في الآية الكريمة ليلة القدر خير من 1000 شهر، لا أفهم كيف تكون ليلة القدر خير من 1000 شهر، أرجو توضيح لهذا المعنى. توضيح قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل هذه الليلة في فضلها وكثرة ثواب العمل فيها خيرا من 1000 شهر، بمعنى أن الإنسان لو عمل عملا صالحا 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر كانت ليلة القدر خيرا منه، لما فيها من الثواب العظيم الجزيل والخير والبركات. نعم والبركات. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.